السلام عليكم. مدرب السياقة بلغازي شعيب. علامة منع القيام بنصف دورة هي هذه اللي تتبان لكم من الجهة ديال اليسر بالأحمر. هذه العلامة هذه كتمنع السائقين وكتلزمهم باش ما يدوروش يقوموا بنصف دورة، واخا يبان لكم هذاك الفراغ اللي في الارض، هذاك الفراغ ما تيخصكمش، يعني تيخص مثلا الناس اللي خارجين من محطة البنزين او من الجهة ديال اليسر، الناس اللي خارجين من العمل ديالهم او من المنزل. هاد العلامة غالبا تتكون توجد في الطريق ذات اتجاه واحد، وبالخصوص في الطريق الرئيسية. شوفوا الارض، الطريق كيفاش مرسوم فيها واحد جوج ديال الفلاش، هذوك الاسهم، هذوك الاسهم فاش تيبانوا لكم في الارض راه ملزم عليكم تبعوا الطريق القدام، لان ممنوع الدورو الجهه ديال اليسر. ممكن دور الجهه ديال اليمين، ولكن الجهه ديال اليسر فاش دايرين الفلاش في الارض يعني خاص تمشي لقدام ومسموح لك تجاوز، اما باش تقوم بنصف دوره راه ممنوع منعا كليا. الاماكن اللي ممنوع نقوم بنصف دوره، اولا فاش تبان لكم بحال هاد العلامه هذه راه ممنوع دوميتور، ثانيا في طريق السيار، ثالثا خط متصل، خط متصل ممنوع ندير نصف دوره، رابعا طريق ذات اتجاه واحد، خامسا في المنعرج كما شرحت في درس المنعرج، سادسا وسط ملتقى الطرق. كما شفتوا هذه السياره اللي خرجت من محطه البنزين ممكن تخرج وتقطع الطريق، لان في الوقوف تتبان الجهه ديال اليمين والجهه ديال اليسار، ما تقطعش حتى تبان ليه الطريق ممكن يتبع السير. اما القيام بنصف دوره تتكون جاي وتتقوم بنصف دوره توقع الاشكال والعرقله، غادي نشرح لكم العمليه، ولكن قبل غتشوفوا هذا الفيديو هذا ونتبعوا الشرح. الاخطاء اللي ممكن تؤدي للمشاكل، شوفوا هذه السياره كيفاش دارت، الدراجه الناريه في حاله اذا كانت طريق بمعنى يكون السير والجولان مكتظ، في هذه الحالة فاش السيارة تتقوم بنصف دورة هنا ممكن تكون العرقلة أو يكون حادث لا سمح الله. إذا فاش تشوفوا هذه العلامة ديال ممنوع القيام بنصف دورة يعني دوميتور، من الأحسن يتبع السائق الطريق ويوصل حتى المدار للسلامة ديالو والسلامة ديال الغير. شوف هذا تاهو عاد يخرق من قبيل، ها انت دار نصف دوره، ها انت شوف هذه السياره، شوف الطوبيس داز، شوف السياره. دابا كون كانت شي سياره مثلا ديال الاسعاف فهاد اللحظه اللي يبغي يكون هو في التجاوز ممكن يوقع حادث. شتا الرؤيه كما تتكونش واضحه، شوف النقل المدرسي، شوف دابا هاد الفضيحة هذا دابا باش ما يمشي تلا يدير المدار. شوف هانت راه الناس راه شفتي دابا تتبان لهم البلاكة، شوف البلاكة قداش هما بحال ما كايناش، مع شوف زعما الناس ما تيخافوش على رسوم ما تي تيوعاوش ممكن. شوف بحال دابا هاد السيارة استعجالية جوج، شوف بحال دابا كون كانت ها انت شوف شفتي ها انت شوف دابا السرعة باش غاديين، لنفرض مثلا شي هاديك السيارة ديال النقل دارت
وتلاقاو دابا شوف كي غادي يوليو في مشكل دابا الله يستر. فاش يكون السير والجولان دابا في الطريق الرئيسيه دابا شفتي مثلا الواحد يدير الدوميتور واحد جاي شاد 80 ولا وتكون الطريق عامره وهذاك الجهه ديال اليسرى راه ديال التجاوز شتي الخط متقطع. حتى البارح راه انا كنت خدام وواحد وقع لي نيت مشكل دار هو يدخل في واحد الموطور ما كنتش داير الكاميرا شوف الدراجه شوف هاد جوج شوف المشاكل شوف المشاكل راه كاتي وقعوا الله يسر الحوادث. ساكتفي بهذا القدر ونصيحه اللي بغى السلامه ديالو والسلامه ديال غير الا شفتوا هاد العلامه وفي الاماكن اللي شرحت ممنوع تقوموا بنصف دوره. علاش ممنوع علينا نقوموا بنصف دوره؟ لان فاش تكون هاد العلامه هادي غالبا كتكون في طريق رئيسيه تكون فيها السير والجولان كثير وتتكون السرعه فيها تتبدا من 60 كيلومتر 80 تتمدى حتى 90 على حساب المكان اللي موجوده فيه. علاش ما خصناش نقومو بنصف دوره؟ لان الناس السائقين ما تعرفوش وما تفهموش بلي راه هاد العلامه راه ممكن تشكل عليهم خطر. اللحظه فاش تبغي تقوم بنصف دوره يكونوا السيارات جايين وراك بالخصوص السيارات ديال الدوله في الحاله الاستعجاليه مثلا دارك الشرطه السيارات العسكريه او سياره ديال الاسعاف. اللحظه فاش تقوم انت بالنصف دوره هما يكونوا جايين في الجهه ديال اليسر في التجاوز مثلا بحال هاد الشكل هذا فين دار الدراجه الناريه توقف تبغي تكمل الدوره الجهه ديال اليمين ديالك غتكون عامره وغادي تولي مسبب العرقله ممكن تأدي لي حادث سير بحال هاد السيد هذا الحق ودار قيام بنصف دوره وهذا راه خطأ ممكن يؤدي الى مشكل بالخصوص فاش تكون طريق فيها السير والجولان كثير يعني السيارات كثيره في الطريق. الطريق فاش تكون هاد العلامه ديال ممنوع القيام بنصف دائره كما شرحت تتكون في الطريق ذات اتجاه واحد بمعنى تكون واحد الرصيف تفصل ما بين طريقين طريق اللي تتكون موجود فيها كدي يعني ممنوع التقابل ما تكونش التقابل تكون التجاوز مسموح ولكن ما تكونش التقابل لان في هذه اللحظه هذه ممكن يكون جاي شي واحد وراك بسرعه انت تقوم بنصف دوره توقف في وسط الطريق الجهة المعاكسة تكون عامرة ممكن في هذه الحالة هذه تولي تأدي نفسك وتأدي الغير. إذا ردوا البال وفاش تبان لكم هذه العلامة هذه حطاتو مزيان ممنوع راه تقدر تزيد واحد 100 متر ولا 200 متر باش تجيب الدورة لأن تتكون غالبا ملتقى ديال المدار دير الرومبوان وترجع من الطريق اللي بغيتي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.